خلف كل لاعب هناك قصة يأخذون منشطات بجرعات عالية. أنا ما بضد هذا الشيء. في معلومة في غاية الأهمية المفروض أذكرها في الحلقة وأنا قاعد على الكرسي، بس الحين اتذكرت، لأن الحلقات اللي أسويها وأنا أتكلم بطريقة ارتجالية مو بتحضير مسبق. في أحد الباحثين في جامعة هيوستن في ولاية تكساس أجرى أبحاث على أكثر من 1000 لاعب كمال أجسام يأخذ المنشطات، وبين لاعبين عاديين يمارسون التمارين بطريقة عادية. فنتائج الأبحاث أظهرت أن أكثر من 35 لاعب كمال أجسام معرض للخطر والوفاة المبكرة. طبعا ناسي اسم الدكتور والباحث هذا. والمعلومة المهمة اللي حاب أذكرها ونسيت أذكرها في الحلقة، بأن الشخص أو اللاعب لما يدخل في جسمه هذه المواد كل شيء طبيعي في جسمك يوقف. فمثلا لما أنت تفرز التستوستيرون الطبيعي عندك، إذا تأخذ السايبونات الإنثات أو السسبنشن، تأخذ النوع الرابع هذا الميكس، نسيت شو اسمه، نسيت. المهم تأخذ هاي التستوستيرون مثل ذكرت لك إياه، التستوستيرون الطبيعي يوقف إنتاجه في الجسم عندك. هذه يعني نقطتين مهمين لازم نحطهم في بالنا، ان ناخذ المواد الكيماوية المنشطات توقف انتاج الهرمونات الطبيعية، في نفس الوقت تخلينا عرضة للوفاة المبكرة، وكثرة المنشطات كارثة. السلام عليكم، يا اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة بعنوان لماذا يموت لاعبي كمال الأجسام في سن مبكرة؟ لاحظوا السؤال، لماذا يموت لاعبي كمال الأجسام في سن مبكرة؟ ما سألت لماذا يموت أي شخص يمارس لعبة كمال الأجسام، مثل جارنا مثلا يروح الصالة الرياضية يمارس رياضة كمال الأجسام. لا، وجهت سؤال دقيق، لماذا يموت لاعبي كمال الأجسام في سن مبكرة؟ أي أنني أقصد اللاعبين المحترفين اللي داخلين على أرنولد كلاسيك، اللي داخلين مستر أولمبيا، اللي محترفين لاعبين الهواة في نيويورك، اللي على أبواب إنهم يدخلون أرنولد كلاسيك. هؤلاء اللاعبين المحترفين من فئة كمال الأجسام ليش يموتون في سن مبكرة؟ الآن صار تخوف كثير من هذه المسألة، وصار في كثير من الأشخاص ليش أروح الصالة، والله خاف يصير لي شيء. الحقيقة هاي كلها أمور خاطئة، ما نأخذ الأمر على هذا الشكل. أولا لازم نعرف اللاعب، شو الفرق بين اللاعب المحترف لاعب كمال الأجسام وبين الشخص العادي اللي يروح الصالة الرياضية يمارس تمارين كمال الأجسام بهدف تحسين لياقته. وصار كثير من الأشخاص اللي مب من اختصاصهم، سواء اللياقة البدنية، التربية البدنية، تخصص كمال الأجسام مثلا كرياضة أو كلعبة، أصبحوا يتدخلون في أمر لا يعنيهم. هذا الموضوع بنتركه على جنب. للأسف قبل كذا سنة اللاعب دالاس ماكارفر توفى،
وعمره 26 سنة، وبعده ريتش بيانا عن عمر 41 سنة و42 سنة، واللي قبلها هذيل الاثنين ناصر صنباطي توفى في سن في الاربعينات، ممكن 42. وقبل فترة سمعنا كلنا عن اللاعب جورج باترسون توفى، الله يرحمهم كلهم، الرحمة تجوز للجميع ويرحمنا برحمته. هؤلاء اللاعبين محترفين حاطين ريلهم على مسرح مستر أولمبيا، صعب لاعب يدخل بطولات مستر أولمبيا بسهولة، حتى انه صعب لاعب كمال الأجسام يدخل بطولات أرنولد كلاسيك بسهولة. طبعا أول سبب ان هؤلاء اللاعبين ياخذون منشطات بجرعات عالية، ما أقول انهم ياخذون منشطات فقط، لا، ياخذون منشطات بجرعات عالية. يعني شو جرعات عالية؟ فوق الحد المسموح. مثلا هناك كثير من الأبحاث تشير إلى أن ككونك مثلا لاعب كمال أجسام تبي تحصل على نتيجة أفضل، ومثلا كتلة عضلية أو نشافة أو أيا كان، على سبيل المثال تستوستيرون سايبونت مثلا أو الإنثات، تستخدم فترة المنشطات على 8 أسابيع، في 8 أسابيع تحصل على أفضل النتائج. مثلا السايبونت تأخذه بجرعة 500 والإنثات مثلا جرعة 500، أي نوع من هذه التستوستيرون على سبيل المثال. ولكن لاعبين كمال الأجسام يأخذون فوق الحد، هذا الحد اللي يخليهم عرضة للخطر أو عرضة لأمور هم في غنى عنها. بالإضافة إلى ذلك السبب الثاني مع المنشطات طبعا الجروث هرمون. الجروث هرمون يحفز الخلايا السرطانية ويسبب تضخم في القلب، هذه من ضمن الأسباب اللي تؤدي إلى وفاة لاعبين كمال الأجسام في سن مبكرة. والسبب الثالث أن يخلطون بعض الأمور، مثلا جروث هرمون، يستخدمون الجروث هرمون مع الإنسولين، حقن الإنسولين اللي يستخدمونها مرض السكري، فهي كلها تؤدي إلى نتائج سلبية أو تخلي هؤلاء اللاعبين المحترفين في مواقف هم في غنى عنها. طبعا هم يعرفون النتائج السلبية لهذه المنشطات. طبعا أنا ما بضد هذا الشيء، إنه والله لاعب كمال أجسام يعرف الأضرار المترتبة على المنشطات ويأخذ المنشطات، أنا مو ضد هذا الشيء، ولا ضد أن لاعب كمال الأجسام لما يأخذ جرعة منشطات ويعرف أنه معرض للخطر، مو ضد هذا الشيء أبدا. ليش؟ لأن كل لاعب، كل رياضي في أي رياضة، خلف كل لاعب هناك قصة. على سبيل المثال كاي جرين كان مشرد، هذا لاعب كمال أجسام. ماني باكياو ملاكم فلبيني كان مشرد وكان فقير، وناخذ مثال على احد الابطال بيغرامي كان يعاني من حالة صعبة قبل لا يدخل كمال الأجسام، ولما دخل كمال الأجسام كل هؤلاء الأبطال يعني وراهم قصة، كل بطل وراه قصة، فهو يعرف الطريق اللي ماشي فيه، فلذلك أنا ما بضد هذا الشيء.
استخدامه لمنشطات بجرعات عالية، اخذ حقن الانسولين وانت مش مريض سكر، هاي كلها امور تؤدي الى كوارث. فالفرق بين هؤلاء اللاعبين هو انهم ياخذون اولا المنشطات بجرعات عالية، وثانيا هم لاعبين محترفين حياتهم مختلفة. اما اللاعب العادي مثلا جارنا راجو، لما يروح الصالة يمارس رياضة كمال الأجسام 12 تكرار أول جلسة، ثاني تكرار ثاني جلسة 10 تكرار، ثالث جلسة 8 تكرار، رابع جلسة بعد 8 تكرار، يتدرب الخمس تمارين اللي عليه وخلاص، يروح البيت يأكل أكل صحي. هذه مو معرض لخطر. اللاعب العادي او الشخص العادي اللي يمارس رياضة كمال الاجسام وما ياخذ منشطات، يكون على طبيعي فقط، اكل صحي، يعرف كمية البروتين اللي ياخذها، كمية الكربوهيدرات، كمية الدهون، ياخذ مكملات غذائية اللي يحتاجها وتمارينه، يلعب التمارين بالشكل الصحيح ويعرف شو هدفه بالضبط، عنده مدرب صادق ما يقول له والله خذ هاي الحقنة، هذه مستحيل انه يكون معرض للخطر او معرض للوفاة المبكرة. عكس اللاعب المحترف اللي وراء قصة خلته يدخل في هذا المشوار وعارف النتائج، هذه موضوع ثاني. يعني جورج بيترسون في مرة من المرات، يعني قرأت قصة عنه، لما ابوه توفى أدمن على الكحول لفترة، وبعدين صديقه ساعده على أنه يتوقف عن تعاطي الكحول. فلذلك خلف كل بطل قصة. طبعا ما أباكم تكونون متخوفين من والله إذا لعبت كمال الأجسام أو مارست رياضة كمال الأجسام ورحت صالة رياضية بتوفى وهذه، لا. أولا الموت بإيد رب العالمين، هذه أسباب. ثانيا لما بتروح الصالة ركز على خمسة أمور. الأمر الأول، اختار الصالة المناسبة اللي فيها المدرب الصادق الأمين، ونادر تلاقي هالفئة من المدربين، لأن أغلبهم أو أكثرهم للأسف، خذ الإبرة، إبرة سحرية بتخلص لك كل شيء، تساعدك على أنك تحقق هدفك. لا، اعرف الصالة الصح واعرف المدرب اللي ممكن يساعدك في أنك توصل لهدفك بدون منشطات. ثانيا اتدرب صح، اعرف شو التكرارات اللي تلعبها بناء على هدفك، هذا بروحي يبي له حلقة. كل هدف او شو الهدف اللي تبي توصله، شو التكرار المناسب له. ثالثا كل اكل صحي، اعرف كمية البروتين اللي تحتاجها، كمية الكربوهيدرات، كمية الدهون. رابعا خذ المكملات اللي تحتاجها، مثلا انت تحتاج الواي بروتين او ايزوليت بروتين، مالتي فيتامين، بري ورك اوت، امينو اسيد او بي سي اي اي، هاي المكملات تاخذها. خامسا ابتعد عن الاشخاص السلبيين اللي ممكن يأثرون عليك او يزرعون في مخك افكار انه والله شو تبي فاضي وبتصير مثلهم، واذا عضلت وصار عندك عضلات ما بتكون شكل جسمك، ما بيكون فيه يعني جمالية. كل هذه أمور أي شخص سلبي لازم تبتعد عنه. فإذا ركزت على هاي الأمور أنت في السليم. هذا ما لدي اليوم. إن شاء الله في وقت لاحق أو باكر أو بعد باكر أي وقت بسوي حلقة عن التكرارات لتضخيم العضلات. اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك، وبعدين في زر صغيرون عند الاشتراك اضغط عليه، ما بتخسر شيء، علشان تيك الفيديوهات الجديدة.
وإذا كنت من الأشخاص المهتمين باللياقة البدنية، كمال الأجسام، التغذية، التنمية الذاتية، ملخصات كتب، الطبخ، وايد أمور، فهالقناة المناسبة لك. أوكي، أشوفكم على خير إن شاء الله. أتمنى أن الله يحفظكم ويوفقكم، والله يبعد عنكم كل سوء.